القيمة بهذا الانطلاق المميز والجميل. بينما المركز الثالث، المركز الثالث تحت الدوحة أحمد بن علي بن واس لقتبي، والوصول هنا من راهية سلطان بن حميد بن علي لقتبي من تاتينا رابعا. وفي المركز الخامس المنطلقة هنا صوغة محمد بن حمد بن حميد الدرعي، ومن الجانب الآخر عاشق سلالة المختبر هنا مع زعفرانة محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي من ينطلق. سابع المراكز تأتينا هنا جمايل فيصل بن محمد بن مبارك لفيدة المري، والوصول هنا من مياس عبيد بن شعيفان بن عبيد العامري من يأتينا ثامنا. وفي المركز التاسع، المركز التاسع والانطلاقة من العابر أحمد بن راشد المحرمي لقتبي، وعلى المركز العاشر، المركز العاشر الثرية عبد الله بن الدحبة بن حمد العامري. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. الظبي على الصدارة، الظبي على المقدمة المنطلقة بصدارة هذا الشوط في هذا التحدي الجميل. العلي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. يلا يا بن قبعان هنا ركز بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. بينما المركز الثاني، الوصول 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 من صوغة محمد بن حمد بن حميد الدرعي من تنطلق على المركز الثاني. المركز الثالث المنطلقة هنا في هذه اللحظات تنوير بهذا الانطلاق لفهد بركة أبو ربعة الحربي، والوصول الوصول هنا والانطلاق من جمايل فيصل بن محمد بن مبارك لفهيدة المري، ووصلت هنا العابر أحمد بن راشد المحرمي لقتبي بهذا الانطلاق الجميل. وهناك أسامي، أسامي تتدخل بكل قوة، هنا الجازي سعيد بن سالم بن سعيد لفهيدة المري، وهناك الله 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 يتسلل التسلل 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 الجميل هنا، والتي انتزعت هنا دلمودة ناصر بن حمد بن حسين بن عويضة العامري ثاني المراكز. المركز الثالث محبة ناصر بن علي بن سعيد لغفيلي بهذا الانطلاق، ووصوله كذلك هنا ايضا من قبل مزون عبد الله بن ناصر بن عبد الله الخليفة من تنطلق بهذا الاداء الجميل، وشعار بن زايد من الجانب الاخر ايضا بهذا التحديات الجميلة والاثارة. مشاهدينا الكروم هنا هنا تأتينا بهذا الأداء المميز جمانة صالح بن سعيد بن بن سالم نوهيبي أيضا تنطلق، ولكن جلمودة جلمودة على الصدارة، جلمودة على المقدمة على المركز الأول. ناصر بن حمد بن سعيد بن عويضة لخيل من ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. جمانة في المركز الثاني، جمانة صالح بن سعيد بن سالم نوهيبي من تأتينا على المركز الثاني بهذا الانطلاق الجميل. جلمودة وجمانة، جلمودة وجمانة في تحدي في صراع هنا، والميتين متر الأخيرة، الميتين متر الأخيرة هناك جلمودة صامدة على الصدارة وجمانة قادمة، جمانة جمانة قادمة، الله جلمودة وجمانة، جمادة وجمانة، الله 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 اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الله 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 الله، جمانة 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 انتزعت الفوز والناموس. سلام للسلطنة، سلام صالح بن سعيد بن سالم لوهيبي على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني جلمودة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة، وهناك الوصول أيضا من الكايدة محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، وتأتينا هناك صوغة محمد بن حمد بن حميد الدرعي. وعلى المركز الخامس الوصول من الشايبة ذياب بن راشد بن محمد بن سم المنصوري من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق المميز والجميل في التحديات في الإثارة. شاهدينا الكرام، ونعود إلى التوقيت الزمني 6 دقائق و6 أجزاء من الثانية، والتوقيت الذي يسجل تحت أقدام جمانة صالح بن سعيد بن سالم لوهيبي. تهانينا، سلام للسلطنة، سلام على هذا الأداء المميز. بينما المركز الثاني
كان من نصيبي المودة ناصر بن حمد بن السير بن عويضة الأخياني وقدمت عرض تشكر عليه بهذا الأداء المميز قاطعة المسافة في 6 دقائق طبعا و7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز. بينما المركز الثالث كانت هناك المنطلقة والمتحدية بهذا الأداء الجميل. هنا أيضا الكايدة محمد بن عبد الله بن 70 المحرمي وسجلت 6 دقائق 3 ثواني وجزئين أو 2 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز. تهانينا للجميع.